12 حي في في العاصمة. في مسجد رئيسي وكنيسة رئيسية. أما داخل المجاورات بقى في مساجد. يعني مثلا في أرسلي دي 8 مناطق، في كل منطقة فيها مسجد. بالنسبة للشرائح السكنية المختلفة الأخرى يا فندم، مثلا الإسكان الاجتماعي، هو طبعا أنت اتكلمت كلام كويس جدا. هو طبعا مناطق الحكومة هتتنقل هنا في على نهاية 2019، فيلزم يكون في إسكان للعاملين في الوزارات وفي الدوائر الحكومية. ففي مخطط 30,000 وحدة هيبقى إسكان سكن مصر. سكن مصر مساحات من 90 ل 105 و115. ننتظر اسكان اجتماعي موجود في العاصمه الاداريه الجديده ولا كنا سمعنا؟ ما هو اللي هو سكن مصر النهارده بيبقى فوق الاسكان الاجتماعي بشويه، بس سعره بعلى يا ريس، مش متاح لكل الناس اللي هم يتنقلوا. لا، هي الاسعار احنا بنبيع بالتكلفه، بالنسبه لل 30,000 هتبقى بتكلفه الوحده. بالتكلفه التكلفه نفسها. الاسكان الاجتماعي النهارده على مستوى وزاره الاسكان في 600,000 وحده سكنيه. الوزاره بكل قطاعاتها، هيئه المجتمعات شغاله في 360,000 وحده، في المركز للتعمير شغال، في ديوان عام الوزاره شغال. احنا سلمنا تقريبا الهاني بيه يمكن عارف 245,000 لحد دلوقتي تم تخصيصهم فعلا للسكان، وبنهايه العام هيكون 600,000 ان شاء الله خلصانين ان شاء الله. هنبص بس على الوحده، بس هيبص اخر بس قبل ما نيجي على الشط.